صباح الخير. معلش لاجل الظروف، احنا اول حاجه هنعملها النهارده بنشكر ربنا على كل اللي بيجيبه، واتمنى لكم كل صحه وسلامه، وربنا يحفظنا من كل الوباء الخطر. وبنشكر اول حاجه مدرسه السلام لغات اللي اتاحتنا الفرصه دي نسمع دروس الكيمياء سواء بالعربي او باللغه الانجليزيه. بنشكر مديره المدرسه استاذه جيهان صفوت على تعاونها ومحبتها لكل طلبتها والعاملين في المدرسه. بنشكر الاي تي بتاع المدرسه الاستاذ مايكل مرزوق والاستاذ جوزيف، وبنشكر في طالب بيساعدنا في التصوير وده بسام صامويل، نشكرهم جميعا. نبدا ندخل في الشرح على طول. اول حاجه الاحماض الكربوكسيليه، هنشرح اول حاجه الكيمياء دلوقتي باللغه العربيه وبعدين هنشرحهم بالانجليش مره ثانيه. اول حاجه هندرسها الاحماض الكربوكسيليه. اول جمله، الاحماض الكربوكسيليه هي اكثر المواد العضويه حامضيه، يعني اكثر ماده عضويه اكثر حامضيه هي الحمض الكربوكسيلي المواد العضويه، الا انها ليست احماض قويه مثل الاحماض الغير عضويه كحمض الهيدروكلوريك والكبريتيك والنيتريك. بمعنى ان حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك وحمض النيتريك دول احماض اقوى من الحمض الكربوكسيلي العضوي. ايه معنى الجمله دي اكتر؟ يعني ايه حمض الكربوكسيلي اكثر المواد العضويه حمضيه؟ اصل في احماض مش كربوكسيليه في العضويه زي الفينول. الفينول اللي احنا خدناه في الفترات السابقه ده اسمه حمض الكربوليك. الحمض الكربوكسيلي العضوي اكثر حامضيه من الفينول، دي معناها هي اكثر المواد العضويه حامضيه، لكنها اقل قوه من الاحماض الغير عضويه. كمان الحمض الكربوكسيلي ايه المجموعه المميزه ليه؟ هي مجموعه اسمها مجموعه الكربوكسيل. مجموعه الكربوكسيل دي عباره عن سي رابطه ثنائيه او او اتش، دي مجموعه الكربوكسيل. بالطريقه دي بتنقسم لمجموعتين، مجموعه كربونيل دي اسمها مجموعه كربونيل ومجموعه ثانيه اسمها مجموعه هيدروكسيل الاثنين دول لما بيتحدوا مع بعضهم بيطلعوا مجموعه كربوكسيل. عايزك تفهمني ان مجموعه الكربونين دي ليها خواص بتميزها اللي هي خواص الكيتونات، ومجموعه الهيدروكسيل دي بتميز خواص الكحولات اللي انت خدتها قبل كده. لما الاثنين يتضموا على بعض هيطلعوا مجموعه جديده، مجموعه كربوكسيل ليها خواص مختلفه عن الكيتونات والكحولات. دي مجموعه الكربوكسيل اللي بتميز الاحماض الكربوكسيليه. اذا مجموعه الكربوكسيل دي اتصلت بمجموعه القايل يبقى انت حصلت كده على حمض الفاتي. اذا اتصلت مجموعه الكربوكسيل بمجموعه الارايل يبقى انت حصلت كده على حمض اروماتي. دي بتكون احماض الفاتيه ودي بتكون احماض اروماتيه طيب دي بالنسبه للاحماض الالفاتيه والغير اروماتيه. طب اديني امثله على الحمض الالفاتي. زي ايه احماض الفاتيه؟ زي مثلا حمض اسمه حمض الفورميك، HCOOH. زي حمض تاني زي حمض الاسيتيك، او الخليج او الايثانويك، CH3COOH. طب اديني مثال على الحمض الاروماتي. مثال على الحمض الاروماتي زي حمض اسمه حمض البنزويك، اللي عباره عن حلقه البنزين او مجموعه الفينايل مرتبطه بالسي او اتش. دي احماض اروماتيه، دي امثله على الاحماض الالفاتيه والاروماتيه. طيب احنا دلوقتي في حاجه عايزين ناخدها، في حاجه اسمها قاعديه الحمض. ايه معنى كلمه قاعديه الحمض؟ قاعديه الحمض هي عدد مجموعات الكربوكسيل، الموجودة في الحمض.
الحمض اللي هي بتساوي عدد ذرات الهيدروجين البدول اللي موجود في الحمض. مش فاهم يعني الكلام ده. في اولى ثانوي خدته انه مثلا هنقسم الحمض حسب القاعديه، في احماض احاديه القاعديه، وفي احماض ثنائيه القاعديه، وفي احماض ثلاثيه القاعديه. فمثلا احماض احاديه القاعديه زي حمض اسمه حمض الفورميك. حمض الفورميك ده حمض احاد القاعديه. ليه؟ لان في مجموعه كربوكسيل واحده COH، في حمض تاني احاد القاعديه زي حمض الاسيتيك او الخليك او الايثانويل، في مجموعه كربوكسيل واحده ده حمض احاد القاعديه، دي حمض احاد القاعديه. طيب في احماض تانيه ندرسها واحنا ماشيين احاديه القاعديه. يبقى ايه قاعده الحمض؟ عدد مجموعات الكربوكسيل. هنا في مجموعه كربوكسيل واحده، ايه معنى عدد ذرات الهيدروجين البدول؟ يعني انت لو خدت مثلا حمض الخليج، حمض الخليج ده لو فعلته مع NaOH هيطلع حاجه اسمها اسيتات الصوديوم زائد ميه زائد ميه. هنا انت استبدلت ذره هيدروجين واحده، بالرغم ان حمض الخليج فيه اربع ذرات هيدروجين لكنه حمض احاد القاعديه، لانك انت استبدلت هيدروجين واحده اللي موجوده في مجموعه الكربوكسيل دي، ما استبدلتش الثلاثه اتش اللي موجوده في CH3. فيبقى كلمه قاعديه الحمض هي عدد مجموعات الكربوكسيل الموجوده في الحمض، وعدد مجموعات الكربوكسيل هي هتساوي عدد ذرات الهيدروجين البدول اللي انت بتستبدلها في الحمض. دي حمض احاد القاعديه. مثال تاني، دي احماض الفاتيه، في احماض اروماتيه احاديه القاعديه زي حمض اسمه حمض البنزويل. حمض البنزويل حمض احاد القاعديه، ده اروماتي لان في مجموعه كربوكسيل واحده، في حمض ثنائي القاعديه زي ايه؟ في حمض اسمه حمض الاوكزاليك، اللي هو COOH، ده مجموعتين كربوكسيل في ذرتين هيدروجين بدول بنستبدلهم، ده حمض ثنائي القاعديه، طب اديني حمض تاني اروماتي، في حمض اسمه حمض الفيساليك، ده حمض ثنائي القاعديه، في مجموعتين كربوكسيل، يعني في ذرتين هيدروجين بدول. وفي اخر حصه هتاخد حمض اسمه التيرفيساليك، ده حمض ثنائي القاعدية. بس خلينا في اللي موجود عندنا دلوقتي، ده أحماض ثنائية القاعدية، في حمض برضه ثلاثي القاعدية هتاخده بعد شوية تاني، في ثلاث مجموعات كربوكسيل. يبقى احنا دلوقتي ايه أنواع الأحماض الكربوكسيلية؟ في أحماض أحادية القاعدية زي الفورميك والبنزويك، في أحماض ثنائية الكربوكسيل زي الأوكزاليك والفيساليك، عندك. طيب دي تسمية الأحماض. قبل ما ندخل على تسمية الأحماض، دي عبارة عن قاعدية الحمض. كيف نسمي الأحماض؟ عايزين نعمل تسمية للأحماض. عشان نعمل تسمية للأحماض نسمي الحمض، في نوعين من التسميه، في التسميه الشائعه، وفي تسميه ثانيه اسمها تسميه تبعا لنظام الايوباك. تعال نمسك التسميه الشائعه، انا هكتب شويه احماض موجودين عندنا وبعد كده هنعرف نسميهم ازاي. اول واحد مثلا HCOOH، التسميه الشائعه بتاعته على اي اساس؟ بيقول لك ان التسميه الشائعه للاحماض دي مشتقه من الاسم اللاتيني او الاغريق للمصدر اللي حضر منه. التسميه الشائعه جاء من الاسم اللاتيني او الاسم الاغريقي للمصدر اللي حضر منه. فمثلا الحمض اللي قدامك ده التسميه الشائعه بتاعه اسمه حمض فورميك. ليه هو سموه فورميك؟ لان حمض الفورميك ده اشتق من النمل الاحمر، وده حضر اول مره من تقطير النمل المطحون.
ايه معنى الكلام ده؟ النمل بالانجلش يعني انت، باللاتيني معناها فورميكا. فيبقى مصدر الحمض ده النمل بالكلمه اللاتينيه بتاعتها اسمها فورميكا، فلذلك سميته حمض، اسمه حمض الفورميك لان مصدره النمل الاحمر. في حمض تاني زي كده CH3COH، ده حمض اسمه حمض الخليج او بيسموه حمض الاسيتيك، حمض الاسيتيك. طيب دي التسميه الشائعه بتاعته. طب جاي منين حمض الخليج او الاسيتيك؟ حمض الاسيتيك او الخليج جاي من المصدر بتاعه هو الخل. الخل المصدر الطبيعي بتاع الحمض ده، فازاي يسموه حمض الخليج؟ الخل بالانجلش معناه فينيجر، باللاتيني معناه اسيتيوم، فلذلك سموه حمض الاسيتيك. الاسيتيك جاء من الاسم اللاتيني بتاع الخل، الخل باللاتيني اسمه اسيتيوم، فبالتالي سموه حمض الاسيتيك. في واحد تاني هناخده اسمه هنا حمض، اسمه حمض هنا البيوتريك، حمض البيوتريك. حمض البيوتريك الرمز بتاعه C3H7COOH، ده اسمه حمض البيوتريك، حمض البيوتريك. حمض البيوتريك ده مصدره ايه؟ مصدره الطبيعي الزبده. الزبده بالانجلش معناها بطر، وبرضه باللاتيني معناها بطر، فبالتالي سموه حمض البيوتريك، 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 حمض البيوتريك. في حمض تاني اللي هو رمزه C15H هنا 31COOH، ده حمض اسمه حمض البلماتيك، حمض اسمه حمض البلماتيك. حمض البلماتيك ده جاي من اصلا من زيت النخيل، المصدر الطبيعي زيت النخيل، والنخيل بالانجلش يعني بال، وبرده باللاتيني معناها بال، فلذلك سميته حمض البلماتيك. يبقى أول حاجة التسمية الشائعة للأحماض عبارة عن جاية من الاسم اللاتيني أو الإغريقي للمصدر اللي حضرنا منه الأحماض دي. أنت هنا موجودين أربعة عندك، حمض اسمه حمض الفورميك جاي من النمل، الخليج أو الأسيتيك جاي من الخل، البيوتريك مصدره الزبدة، البلماتيك مصدره زيت النخيل. عايز أقول لك حاجة، البلماتيك C15H31COH، عايزك تفهمني طبعا انت اي حمض بكل احماض الفاتية، طبعا عشان ما تنساش حمض البلماتيك اي حمض عبارة عن R-C-O-O-H، قانون مجموعة الالكايل اللي هو C-N-H-2-N-1، هنا N ب15 او 15، 15 في 2 ب30 و1 31، هنا N ب3، 3 في 2 ب6 و1 7، هنا N ب1 وهكذا. يبقى انت مش ان انت ما تنساش ان البلماتيك C15H31COOH، دي التسمية الشائعة للأحماض. ايه تسمية الأيوباك؟ تسمية الأيوباك كيف نسمي الحمض بالأيوباك؟ عشان نسمي الحمض بالأيوباك هنعمل حاجة بسيطة جدا. ارجع كده للدروس اللي فاتت، كان في عندك حاجة اسمها الكحولات. الكحولات كنت بتجيبها منين؟ من الالكان المقابل، من الالكان، وتضيف على الالكان وولان اللي هو اول. الالديهيدات كنت بتجيبه من الالكان المقابل وتضيف عليه الفلام ال زي الاسيتالدايد اللي هو الايثانال، ده الالديهيدات. الكيتونات كنت بتجيبها منين؟ بتجيبها برضو من الالكان وتضيف انها كلمه اول، واو نون، واو نون. هنا الكحولات هنضيف في النهايه مقطع في النهايه على الالكان المقابل اللي هي واو يه كاف، واو يه كاف ويك. فمثلا الحمض الفورميك ده تسميه شائعه، كم كربون في واحد؟ بدل ما هو في واحد يبقى الالكان المقابل اسمه ميثان، هنضيف على في النهايه كلمه ميثان ويك، يبقى اسمه ميثان ويك. هنا ده حمض الخليج او الاسيتيك في اثنين كربون، يبقى اسمه ايثان، يبقى اسمه ايثانويك، ايثانويك.
في حمض تاني اسمه البيوتريك، البيوتريك ده الشائع. طب هو كم كربون في البيوتريك؟ قد 3 كربون وواحد ب4، اسمها بيوتانويك. نكتب بيوتان، بيوتانويك. البيوتانويك هو البيوتريك، البيوتريك ده مصدره الزبده اللي هو البتر، ده البيوتانويك. ده كم كربون؟ 15 وواحد 16 كربون. ال 16 كربون بيسموها هيكسا ديكان. لو انت بصيتها كده، هيكسا يعني 6، ديكان يعني 10، يبقى مجموعهم 16. هنضيف في النهايه كلمه هيكسا ديكانوي، هيكسا ديكانوي. دي التسميه الشائعه للاحماض اللي موجوده عندك، للاحماض اللي موجوده عندك. طيب دي التسميه الشائعه. قبل ما ندخل ونشتغل في التفاعلات الكيميائيه والخواص الفيزيائيه والكيميائيه، عايزك نتعلم ازاي نسمي الاحماض. طيب لو انا كتبت كده، لو انا كتبت كده مثلا هنا CH3 مثلا، CH CH3 CH2 COH، عايز اسمي الحمض ده، هنعين اطول سلسله كربونيه فيها السي او او، هنعين نفس القواعد اللي احنا خدناها قديما، هنعين اطول سلسله كربونيه اللي فيها السي او اتش، ونبدا ترقيمها رقم واحد من السي بتاعت السي او اتش. يعني نحط هنا 1 2 3 4 كده، ونقول هنا في فرع اسمه ميسايل، يبقى اقول كام؟ 3 هنا او 3 ميسايل هنا بيكون حمض البيوتانويك، حمض البيوتانويك. 3 ميثايل حمض البيوتانويك بالطريقة دي. طب ناخد مثال آخر. لو أنا عندي مثلا مثال زي كده، CH3 سي هنا سي او اتش كده، وهنا سي اتش 2، وهنا سي اتش سي اتش 3، وهنا مثلا ممكن نحط هنا سي 2 اتش 5، وهنا سي اتش 3 بالطريقة دي. عايزين نسمي المركب ده، عايزين نسمي المركب ده. عشان نسمي المركب ده نسميه ازاي؟ نسميه ازاي؟ هنعين أطول سلسلة كربونية، أطول سلسلة كربونية فيها السي او اتش. أهم حاجة تكون أطول سلسلة كربونية فيها سي او او اتش. فين أطول سلسلة؟ هاي دي أطول سلسلة كربونية فيها السي او اتش. بعد كده نبدأ ترقيم السلسلة برقم واحد من أول السي او اتش، يعني دي تاخد رقم واحد، وبعد كده 2 3 4، والسي 2 اتش لسي اتش 2 وسي اتش 3، يعني دي 5 ودي 6 كده، 5 و6. طب نحب نسميه، طبعا سمينا في نمبر 2 في فرع اسمه ميسايل، و4 في فرع اسمه ميسايل، فيبقى ممكن نسميه ايه ده؟ بص كده 2 4، ثنائي ميسايل، ثنائي ميسايل. حمض طبعا دول 6 كربون، يبقى هيكسان، يبقى هيكسان هيكسان، يبقى هيكسانويك، هيكسانويك. دايما لما بتيجي تسمي الايوباك الاحمر بتعين اطول سلسله كربونيه، اطول سلسله فيها السي او او اتش. رقم واحد لاول كربون عند السي دي او اتش، وتاخد اطول سلسله. طلع هنا اطول سلسله الهكسان اللي هي اللي 6 كربون، عندك فرعين، يبقى 2 4 ثنائي ميسايل حمض الهكسانوي، وهكذا. دي بالنسبه للاحماض الالفاتيه. طب الاحماض الاروماتيه نسميها ازاي؟ لو انا عندي مركب زي كده بالطريقه دي، وهنا حطيت سي ال مثلا، وهنا حطيت مثلا بي ار بالطريقه دي. طبعا احنا هنرقم مين؟ هنرقم الحلقه بحيث رقم واحد تحطه عند الكربون اللي متصلة بالسي او اتش، لان ده حمض اسمه حمض البندويك. وادي 2 3 4، يبقى هتقول هنا 4 برومو 4 برومو 2 كلورو 2 كلورو، حمض البنزويك، حمض البنزويك 4 برومو 2 كلورو حمض البنزويك. نفس القاعدة اللي احنا اتعلمناها في الحصص اللي فاتت. يبقى هنا حضرتك هنجيب اطول الحلقه كلها دي اسمها حمض البنزويك، الاساس بتاعنا حمض البنزويك، نمبر 1 او رقم 1 تحطه عند الكربون اللي في الحلقه اللي متصله بالسي او اتش،
وترقم كده بحيث الفروع تاخد اجل الارقام، فهمشي كده يبقى دي 2 ودي 3 4 تمام تمام. لما بنيجي نكتب بنكتب طبعا ابجديا البرومو قبل الكلورو، فيبقى 4 برومو 2 كلورو حمض البنزويل. دي تسميه الاحماض، دي تسميه الاحماض. اول حاجه هندرسها النهارده، اول حاجه هندرسها هندرس حمض الاسيتيك، حمض الخليج. طبعا اول حاجه هتدرس النهارده حمض اسمه حمض الاسيتيك او الخليج. اول حاجه ده اسمه حمض، ده حمض الاسيتيك، الاسيتيك او الخليج او الايثانويك او الايثانويك. عايزين نحضره، بنحضره ازاي؟ طيب احنا ممكن نحضره، خدنا في الكحولات انك ممكن تجيب كحول ايثيلي تمام، ادي كحول ايثيلي، وتعمل له عمليه اكسده ببرمنجمات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، هيطلع لك اول حاجه الاسيتالدهايد زائد ميه. هناخد الاسيتالدهايد نعمل له اكسده في وجود برضه نفس العامل المؤكسد، هيطلع حمض الخليج. ده الطريقه اللي انت كنت واخدها في الحصص الكحولات في خواص الكحولات. وممكن تحط عامل مؤكسد بدل البرمنجمات، تحط لها ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك. وقلنا ان ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك دول ليهم اسم وحاجه واحده اسمها حمض الكروميك. يعني لو قال لك تاثير حمض الكروميك على الكحول الايثيلي، هي تاثير ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك. دي الطريقه اللي انت خدتها في الاول. انا ممكن اعمل الكلام ده تاني ازاي؟ هنحضر حمض الخليج بس في مصر الكلام ده بيحصل. هناخد اكسده المحاليل الكحوليه المخففه، يعني انا ممكن اخد محلول كحول ايثيلي مخفف بس بدل ما احط عامل مؤكسد برمنجانات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك، انا هعرضه لاكسجين الهواء الجوي، اكسجين الهواء الجوي. قال لك بس الكلام ده لما تاخد هنا الكحول الايثيلي تحط له اكسجين الهواء الجوي في وجود بكتيريا اسمها بكتيريا الخل. يعني بدل ما تحط حضرتك هنا برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، لا هتحط اكسجين الجو بس في وجود بكتيريا الخل، هيطلع عندك حمض الخليج او الخل اللي احنا بنستخدمه في بيوتنا. ده تحضير حمض الخليج، بس دي بيسموها الطريقه الحيويه. يبقى لو جالك قال لك الطريقه الحيويه لتحضير حمض الخليج او الاسيتيك او الايثانويك في مصر، انك انت بتعمل اكسده المحلول الكحولي المخفف بواسطه اكسجين الهواء في وجود بكتيريا اسمها بكتيريا الخل. في طريقه ثانيه بنحضر بيها حمض الخليج، ودي خدتها قبل كده، خدتها في الجزء الاولاني من العضويه، انك انت لو خدت الاسيتيلين، الاسيتيلين الاسم الثاني بتاعه اسمه الايثايل، وعملت له هيدره حفزيه، وكلمة هيدرة حفزية هتحط له مية في وجود حضرتك كبريتات الزئبق وحمض الكبريتيك، ويكون عندي 60 درجة مئوية وتركيز حمض الكبريتيك 40% يعني مخفف، كان بيطلع لك مركب غير ثابت اللي هو الكحول الفينايل. والمركب الغير ثابت ده بيتحول في النهاية لحاجة اسمها أسيتالدهايد، بيفقد جزيء مية، مش بيفقد جزيء مية، كان بيطلع كحول الفينايل كحول الفينيلي، وده مركب غير ثابت. وممكن اذكرك باللي انت خدته ان هنا CH2 رابطه ثنائيه CHOH كده بيعدل من نفسه، الاتش بتيجي هنا والرابطه الثنائيه تيجي هنا، ويطلع لك CH3C رابطه ثنائيه OH، وده اسمه اسيتالدهايد. الاسيتالدهايد ده لو انت عملت له اكسده ببرمنجمات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، هيطلع حاجه اسمها حمض الخليج، حمض الخليج. ودي الطريقه الثانيه اللي بيحضروا بيها حمض الخليج والاسترين، ودي اسمها تحضير حمض الخليج في الصناعه. الطريقه الاولى كانت طريقه اسمها طريقه حيويه، الطريقه الثانيه بنحضر في الصناعه، وده بيكون على نطاق واسع. هنعمل هيدره حفزيه للاسيتيلين
في وجود حمض الكبريتيك وكبريتات الزئبة فعند 40% وحرارة 60 درجة مئوية طلع استرداي وتأكسده وطلع حمض الأسيتيك. ده تحضير حمض الأسيتيك. نبدأ دلوقتي في حاجة اسمها ايه الخواص العامة للأحماض الألفاتية. هندرس حمض الأسيتيك، عايزين ندرس الخواص العامة للأحماض الألفاتية. أولا الخواص الفيزيائية. واحد قال لك تتضمج الخواص الفيزيائية للأحماض بزيادة الكتلة الذرية. يعني إيه الخواص الفيزيائية بتتدرج بزيادة الكتلة الذرية؟ يعني الأحماض الأربع الأولى، يعني الحمض اللي فيه كربون واحد واثنين وثلاثة وأربعة كربون، دي سوائل كاوية، وليها رائحة نفاذة وبتتم تذوبان في المية. يعني الأفراد الأولى من الأحماض دي سوائل كاوية وريحتها نفاذة وبتدوب حلو أو في المية. الأفراد الثانية يعني الأحماض اللي بعد الأربعة كربون اللي فيها كربون أكتر، يعني الكتلة الذرية أو الكتلة المائية بتزيد، دي السوائل بتكون زيتية القوائم، زيتية القوائم كريهة الرائحة وشحيحة الذوبان في المية. ولو زودت كربون تاني بزيادة الكتلة الجزيئية نجد ان الاحماض بتبقى في صورة صلبة، ودي لما تكون الاحماض في صورة صلبة بتبقى عديمة الرائحة ومبتدوبش في المية واظن دي يمكن نفس القصة اللي خدناها في الكحولات. الافراد الاولى في الكحولات كانت سوائل، اللي بعديها لو زادت الكتلة الذرية بتبقى او الكتلة المولية بتبقى زيتية، ولو زادت اكتر تبقى مواد صلبة. طيب في موضوع تاني قال لك انت لو قارنت الكحولات والاحماض من حيث درجه الغليان، يعني ايه من حيث درجه الغليان؟ يعني مثلا بنيجي ان درجات غليان الاحماض الكربوكسيليه لو قارنتها بدرجه غليان الكحولات اللي بتتساوى معها في عدد ذرات الكربون او في الكتله الجزيئيه، بنجد ان غليان الاحماض العضويه اعلى من الكحولات. ايه معنى الكلام ده؟ بص لي هنا، انا عندي حمض، الحمض دايما رمزه ايه؟ ار سي رابطه ثنائيه او، وهنا او اتش، ادي حمض الحمض الكربوكسيلي ار سي او او اتش. اعمل حمض تاني كربوكسيلي، ادي ار وهنا سي او اتش كده رابطه ثنائيه او. انا كتبت حمضين، المفاجاه هنا ان هيتكون هنا رابطه هيدروجينيه وهنا تتكون رابطه هيدروجينيه، يعني بين جزئين الحمض في رابطتين هيدروجينيتين، ان جزئين الحمض يرتبط مع جزئ حمض اخر برابطتين هيدروجينيتين، رابطتين. لكن لو بصيت على الكحول، ادي الكحول، ادي اتش او ار وادي اتش او ار، ادي رابطتين هيدروجينيه، هتلقى ان جزيء الكحول يرتبط مع جزيء كحول اخر برابطه هيدروجينيه، واحده. يبقى ايه السبب ان درجه غليان الاحماض اعلى من الكحولات لما بيتساووا في الكتله الجزيئيه او بيتساووا في ذرات الكربون او بيتساووا في الكتله الجزيئيه؟ ان الرابطه الهيدروجينيه في الاحماض بتجمع الجزيئات في تجمعات، فيرتبط جزيء الحمض مع جزيء حمض اخر بربطتين هيدروجينيتين. لكن ليه غليان الكحول اقل من الحمض؟ لان بيرتبط جزء الكحول مع جزء كحول اخر برابطه هيدروجينيه واحده، طب بص لي هنا تاني، بص لي هنا مثلا في جدول زي كده. ايه الجدول ده؟ لو جيت لك انا مثلا في الامتحان وطلبت منك حاجه بسيطه جدا، ايه اللي طلبته منك؟ يعني اديتك اربع مركبات، ايه الاربع مركبات؟ واحد مثلا زي ما هنا حمض الخليج، واحد تاني حمض اسمه حمض الفورميك، وواحد تاني اسمه كحول بروبيلي، ادي كحول بروبيلي، وواحد رابع اسمه كحول ايسيلي، ادي اربع مركبات عندك. لو بصيت انت هنا، في الاربع مركبات دول هتلاحظ حاجه غريبه،
الكتلة الجزيئية لحمض الحمض الخليج 60، والكتلة الجزيئية لحمض الفورميك قال لك 46، والكتلة الجزيئية للكحول البروبيلي أو البروبانول 60، والكتلة الجزيئية للكحول الإيثيلي عبارة عن هنا 46 زي ما موجودين عندك في الجدول. وطلبت منك انك ترتبهم حسب الغليان، طلبت منك انك ترتبهم حسب درجة الغليان مع التعليل. لو بصيت على اربع مركبات هيديك، بص لي كده هتلقى مديك حمضين ومديك كحولين، يعني مديك حمضين ومديك كحولين. طبعا القاعده ان درجه غليان الاحمر الكربوكسيليه اعلى من الكحولات، اعلى من الكحولات. فطبعا هنا هتبص هتلقى ان درجه غليان الاحماض دول اعلى من الكحولات. طب ليه؟ ليه غليان الاحماض اعلى من الكحولات؟ السبب لان يرتبط جزيء الحمض مع جزيء حمض اخر باثنين ربطه هيدروجينيه، بينما يرتبط جزيء كحول مع كحول اخر بربطه هيدروجينيه. فيبقى من التلقائيه ان دايما غليان الاحماض اعلى من الكحولات. دي الفكر الاول. الفكر الثاني، طب انا عندي حمضين، عندي حمضين هنا في اثنين ربطه هيدروجينيه وهنا اثنين ربطه هيدروجينيه، يبقى طب يبقى مين اكتر في الغليان؟ لما تتساوى هنا عدد الروابط الهيدروجينيه يبقى المتحكم دلوقتي في درجه الغليان الكتله الجزيئيه. كل ما بتزيد الكتله الجزيئيه للحمض يبقى درجه غليانه اعلى، فبالتالي درجه غليان حمض الخليج اكبر من درجه غليان حمض الفورميك. طيب هنا ده كحول بروبيلي وده كحول ايثيلي، كحول ايثيلي. طبعا هنا الاثنين دول ده جزء منه يرتبط مع جزء اخر بربطه هيدروجينيه واحده، وهنا ربطه هيدروجينيه واحده. طب مين المتحكم؟ الكتله الجزيئيه. فبتلقى هنا، بتلقى هنا ان الكتله الجزيئيه للكحول البروبيلي اكتر من الكحول الايثيلي، فغليان الكحول البروبيلي اكبر من الكحول الايثيلي. ادي اجابه السؤال ده اللي موجود عندك. طيب وحتى هو مديك الجدول هتلقى ان حمض الخليج غليانه 118، الفورميك 100، يبقى اكبر واحد حمض الخليج، اللي بعديه الفورميك. الكحول البروبيلي 98، يبقى اللي بعديهم البروبيلي، اخر واحد الايثانول اللي هو 78. نبدا دلوقتي في حاجه اسمها الخواص الكيميائيه. عايزك تخلي بالك احنا ندرسهم بالتفصيل. اول خاصيه كيميائيه، وخلي بالك هنا معايا، اول خاصيه كيميائيه، اي حمض الفاتي رمزه ار سي ربطه ثنائيه او او اتش، اول خاصيه ناخدها خاصه بالاتش دي، اول تفاعل هناخده خاص بالاتش، اول تفاعل هناخده خاص بالاتش. واحنا خدنا زمان ان لما بقول تفاعل خاص بايون الهيدروجين يبقى اسم التفاعل اسمه الحامضيه، اسمها خاصيه حامضيه. طب اول تفاعل هناخده خاص بالهيدروجين، يبقى اول تفاعل هيكون خاص بالهيدروجين اسمها اول حاجه الحامضيه. طيب ايه التفاعلات الخاصه بالهيدروجين؟ بص لي هنا كويس مكتوب ايه. تظهر الخاصيه الحامضيه في الاحماض الكربوكسيليه اول حاجه هنفعلها مع الفلزات. يعني ايه مع الفلزات؟ يعني مثلا لو انا خدت حضرتك هنا حمض الخليج، ادي حمض الخليج، فعلت عن فلز مغنيسيوم، هنا هيديك ايه؟ هيديك حاجه اسمها اسيتات المغنيسيوم زائد هنا الهيدروجين، زائد هنا الهيدروجين. طبعا بس في شرط هنا في تفاعل الحمض مع الفلز، لازم الشرط ان الفلز ده بيسبق الهيدروجين في السلسله الكهروكيميائيه. يعني خلي بالك انك انت لما تاخد الحمض وتفاعل مع فلز لازم الفلز ده فوق الهيدروجين في السلسله عشان يحل محل الهيدروجين. ويطلع هنا يبقى التفاعل ده خاص بمين؟ خاص بالاتش، اسمه حامضيه. في بعد كده كاتب لك حاجه ثانيه مع الاكاسيد. يعني ايه اكاسيد؟ يعني انت ممكن تاخد حمض الخليج ده وتحط له مثلا اكسيد، اي اكسيد فلزي زي اكسيد الفلزي، يعني مثلا اكسيد نحاس. اكسيد نحاس، اكسيد النحاس هيطلع مين؟ هيطلع مثلا اسيتات النحاس زائد ميه، اسيتات النحاس زائد ميه. مش شرط اكسيد نحاس، ممكن تحط اكسيد كالسيوم فيطلع لك هنا حاجه اسمها اسيتات، اسيتات كالسيوم وميه. هنا ده اكسيد قاعدي، اكسيد قاعدي يتفاعل مع الحمض يطلع ملح وميه. ملح وميه، خدت ايه من الحمض هنا؟ اتش، يبقى التفاعل ده اسمه الحامضيه. خدت اتش،
يبقى انا ممكن افعله مع الاكاسيد، مع الاكاسيد. اتنين، ممكن افعله مع الهيدروكسيدات. ازاي؟ انك ممكن تاخد حمض الخليج ده وتحط له NaOH، هيطلع منها، هيطلع لك هنا حاجه اسمها اسيتات الصوديوم ومعها ميه، اسيتات الصوديوم ومعها ميه. بالطريقه دي ممكن نفعله كمان مع حاجه تانية، املاح الكربونات. زي ايه املاح الكربونات؟ يعني لو انت خدت حمض الاسيتين ده وحطيت له كربونات صوديوم، كربونات صوديوم، كربون يطلع مين؟ يطلع اسيتات صوديوم وثاني اكسيد الكربون ومعها ميه، ومعها ميه. ها، مش شرط كربونات، ممكن حاجه تانية اسمها البيكربونات. في حاجه تانية اسمها البيكربونات. زي البيكربونات؟ زي حضرتك مثلا ادي حمض الخليج، حط له هنا بيكربونات صوديوم، بيكربونات صوديوم، هنطلع لك هنا اسيتات صوديوم وثاني اكسيد الكربونه ومعها هنا ميه، ومعها هنا ميه. بالطريقه دي، بالطريقه دي، دي كلها التفاعلات دي. انت في الخمس تفاعلات دول اللي كتبتهم او الست تفاعلات اللي كتبتهم بتثبت حاجه. بتثبت ايه؟ انك خدت من الحمض هيدروجين، ايون هيدروجين. يعني التفاعل ده خاص بمين؟ بالرابطه بين الاو والاتش. التفاعل ده خاص بالرابطه بين مين؟ الاو والاتش. دي تفاعل اسمه الحموضية، اسمه الحموضية. التفاعل ده اللي انت بتاخده، انا ممكن تستخدم التفاعل اللي فعلته مع الكربونات او بيكربونات انك تكشف عن حمض الخليج، تكشف عن حمض الخليج. ازاي؟ انك كيف تكشف عن حمض الخليج؟ بكشف اسمه كشف الحموضية، كشف الحموضية. انك تضيف على الحمض انت كربونات او بيكربونات، هيدي فوران نتيجة تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون واللي بيعك الماء الجير. يبقى انت ممكن لو انت عايز تكشف عن حمض الخليج تضيف له كربونات صوديوم او بيكربونات صوديوم. وده اول تفاعل خاص بالاتش، تفاعل خاص بالاتش. ده بالنسبه للتفاعل الاول. في تفاعل تاني، في تفاعل تاني هناخد تفاعل خاصه بالاو اتش. على مالك اسأل؟ قطع النت كده؟ ما شاء الله، انت شوف هشتغل؟ معذرة. في تفاعل خاص بالاو اتش. طيب ارجع كده، ارجع للكحولات. فاكر انت بتاخد اي حمض، اي حمض، اي حمض، اي حمض كده هنفعله مع كحول، مع كحول بالطريقه دي. طيب كنت بتعمل ايه في التفاعل دوت؟ كنت بتاخد انت حضرتك اتش من الكحول و اتش من الحمض ويديك ميه، وهنا هيطلع حاجه اسمها الاستر، الاستر. يبقى انت خدت ايه من الحمض هنا؟ او اتش. يبقى تفاعل تكوين الاستر، تفاعل تكوين الاستر ده تفاعل خاص بالاو اتش بتاعه الحمض، وكمان تفاعل خاص بالاتش بتاعه الكحول، بتاعه الكحول. يبقى تفاعل تكوين الاستر ده خاص بالاو اتش للحمض وخاص بالاتش بتاعه الكحول. فخلي بالك انا كاتب لك المعادله العامه، ممكن ترجع بالمعادله اللي دخلتها، والحصه اللي جايه هنشرح الاسترات بالتفصيل وهنكتب كل انواع الاسترات. اذكرك بالمعادله اللي انت خدتها في الكحولات. انت كنت بتاخد مع كحول اسمه كحول ايسيل، طبعا في وجود حمض الكبريتيك ماده نازعه الميه عشان التفاعل العكسي، فيطلع حاجه اسمها استر اسيتات الايسيل، استر اسيتات زائد الميه. ده تفاعل خاص بالاو اتش، هذا هو تفاعل خاص بالاو اتش. دي يبقى اول تفاعل خاص بالاتش اسمه الحموضيه. ثاني تفاعل خاص بالاو اتش
اسم تكوين الاستر. هناخد تفاعل تاني خاص بمين؟ خاص بمجموعه الكربوكسيل. والتفاعل ده مهم جدا، التفاعل ده مهم جدا، التفاعل ده خاص بمجموعه الكربوكسيل، خاص بمجموعه الكربوكسيل. ازاي؟ يعني ادي الحمض عندك RCOOH، هناخد تفاعل خاص بالمجموعه دي كلها. ازاي؟ هناخد حمض مثلا زي حمض الخليج او الاسيتيك او الايثانويل، هنعمل له اختزال بالتنين H2 يعني غاز الهيدروجين، في وجود عامل اسمه كرومات النحاس. كرومات النحاس عند درجة 200 درجة مئوية، 200 درجة مئوية هيديك حاجة اسمها كحول إيثيلي، وهيديك حاجة اسمها هنا مية. كحول إيثيلي ومية، كحول إيثيلي ومية. انت هنا اختزلت حمض الخليج، عملت له اختزال، بس لازم يكون تحت شرط كرومات النحاس CuCrO4 عند 200 درجة مئوية يطلع كحول إيثيل ومية. هي موجودة عندك، خواص تعزي إلى مجموعة الكربوكسيل. بتختزل الأحماض الكربوكسيلية بواسطة الهيدروجين في وجود عامل حفاز اللي هو كرومات النحاس عند حرارة 200، وممكن نحضر الإيثانول بالطريقة دي. طيب هو كاتب لك ان ممكن التفاعل ده عكس عملية مين؟ أكسدة الكحولات للحمض. لو انت رجعت للدروس اللي فاتت هتفاجئ بحاجة غريبة. فاكر انك انت ممكن حضرتك هنا ادي الكحول الإيثيلي، فاكره؟ لو انت بأكسدته في وجود برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك، بص يطلع هنا الأسيتالدهايد، والأسيتالدهايد لما بتأكسده في وجود برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك هيطلع حمض الخليج. تمام؟ أكسدت الكحول هيطلع حمض الخليج. طب أنا عايز أرجع حمض الخليج لكحول إيثيلي تاني، أرجعه إزاي؟ نحط له 2 H2 في وجود كرومات النحاس عند 200 درجة مئوية. طب أنا عايز أختزل، ممكن أختزل أسيتالدهايد لكحول إيثيلي، نحط له 2 هيدروجين واختزال بالطريقة دي. يعني أنت ممكن تختزل أسيتالدهايد لكحول إيثيلي، وممكن تختزل حمض الخليج، بس تختزل حمض الخليج لكحول إيثيلي على طول لازم تحط كرومات النحاس، لازم في وجود كرومات النحاس عند 200 درجة مئوية، خلي بالك من دي. فتفاعل اختزال حمض الخليج عكس أكسدة الكحول الإيثيلي، الكحول الإيثيلي. ده بالنسبة لخواص تعزي لمجموعة الكربوكسيل. قبل ما اخد الكشف عن الحمض عايز اقول لك حاجه. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان في تفاعلات خاصه بالاتش. يعني لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك ايه؟ اثبت لي ان حمض الخليج فيها هيدروجين بدول. اثبت لي ان حمض الخليج فيها هيدروجين بدول، يعني فيها هيدروجين مستبدله. تعمل اي تفاعل من التفاعلات، اي تفاعل من التفاعلات اللي خاصه بالاتش اللي انا كتبتها زي اي واحد من دول. طب لو قال لك اثبت لي ان حمض الخليج فيه مجموعه هيدروكسيل، اثبت لي ان حمض الخليج فيه مجموعه هيدروكسيل، يبقى تعمل تثبت، يبقى تعمل تفاعلات خاصه بمجموعه الهيدروكسيل، يبقى تعمل تفاعل تكوين الاستر. لو جالك في الامتحان، لو جالك في الامتحان اثبت لي ان حمض الخليج فيه مجموعه كربوكسيل اللي هي سي او اتش، اثبت لي دي، يبقى تعمل تفاعل خاص بمجموعه الكربوكسيل اللي هو اختزال حمض الخليج. ده في سؤال جالهم، قال لك كيف تحول، كيف تحول، يعني لو قال لك كيف تحول مركب عضوي، كيف تحول مركب عضوي في مجموعه كربوكسيل لمجموعه او اتش كحوليه، يعني انا السؤال كيف تحول مركب عضوي في مجموعه كربوكسيل لمجموعه هيدروكسيل. ما فيش غير التفاعل ده اللي عليك. يعني لو جه السؤال ده جاله في ثانوية عامة قبل كده، قال له كيف تحول مركب عضوي يحتوي على مجموعة كربوكسيل، عايز تحول لمجموعة CH2H، كيف تحولها؟ طبعا ما بنلفش احنا لفة طويلة، احنا عشان نحول الكربوكسيل لمجموعة كحولية يبقى نعمل اختزال الحمض، اختزال الحمض. خلي بالك من التفاعل ده، ده تفاعل مهم جدا، ان نحول مجموعة الكربوكسيل لمجموعة كحولية أولية. خلي بالك التفاعل ده مهم جدا. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للتفاعلات، لتفاعلات الأحماض الألفاتية. طيب ازاي نكشف عن حمض الخليج؟ ازاي نكشف عن الحمض؟
في طريقتين للكشف، في طريقتين للكشف. اول حاجه كشف الحموضيه. ايه كشف الحموضيه ده؟ انك انت هتضيف كربونات او بيكربونات صوديوم. لما تضيف كربونات او بيكربونات صوديوم هيحصل فوران ويطلع غاز ثاني اكسيد الكربون يعكر ميه الجير. طيب في كشف تاني، تكوين الاستر. ايه تكوين الاستر؟ خلي بالك من الكشف ده. الكشف ده انك انت عشان تكشف عن الحمض هتضيف له كحول فيكون الاستر. لازم تفهم ان الاستر ده، الاستر ده ليه ريحه حلوه، ريحه مميزه، ريحه ذكيه. دي مكتوب عن رائحه الاستر، دي روائح لانواع مختلفه من الزهور والفواكه، يعني ريحتهم كويسه. يعني لو انا عايز اكشف عن الحمض، عايز اكشف عن الحمض، يعني لو انا عند حمض عايز اتعرف عنه هضيف له اي كحول، لو طلع ريحه ذكيه يبقى اللي بكشف عنه اسمه حمض. عايزك تتعلم ان كشف الاسطره او كشف تكوين الاستر ممكن يكشف عن الحمض ويكشف عن الكحول. ازاي؟ لو انا عندي حمض عايز اتعرف عليه هضيف له كحول من بره، لو طلع ريحه ذكيه يبقى ده حمض. طب انا عايز اكشف على كحول، اكشف عنه ازاي الكحول؟ هضيف له حمض ولو طلع ريحه ذكيه يبقى ده عباره عن كحول. فكشف الاستر يكشف عن الحمض والكحول، يكشف عن الحمض والكحول. بس خلينا في كشف الحموضيه. اي حمض، اي حمض عضوي كربوكسيلي عايز تكشف عنه حط له كربونات او بيكربونات الصوديوم، هيطلع فوران وغاز يعكر ميه الجير. رجع لي الجزء الثاني في العضويه. خدت في اول تفريق في العضويه، اول تفريق في العضويه فاكره كيف تفرق بين كحول اولي وكحول ثالثي؟ فاكر دي؟ كحول اولي وكحول ثالثي كيف تفرق بينه؟ رجعهم كده عشان نثبتهم في دماغنا كده بحيث ما يدخلوش في بعض. اولي وثالثي نضيف لهم عامل مؤكسد بالمنجنات البوتاسيوم المحمضه في حمض الكبديه ونسخن في حمام ماء، اللي هيزيل اللون يبقى ده اولي، اللي ما يزيلش يبقى ده ثالثي. تمام. او ممكن تضيف ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه اللي يحولها من برتقال لاخضر يبقى اولي، اللي ما يتاثرش يبقى ثالثي. دي رقم كام؟ رقم واحد. رقم اثنين، خدنا في الحصه اللي فاتت اللي هو الفينول، الفينول حسبت الفينول كيف نفرق بين فينول واي حاجه تانية. اي فينول عشان تفيز بينه وبين اي حاجه تانية تضيف له ايه؟ تضيف له كوريت حديد ثلاثي، ده افضل شيء. كل حاجه سوري، اي فينول حاول انك انت تثبت دماغك في افكار معينه عشان ما تتوهش. كوريت حديد ثلاثي اللي هيطلع بنفسجي يبقى فينول، الكحول ما يديش مع الاف اي سي ال 3 يبقى الفينول. خلينا في اف اي سي ال 3، ممكن مع البروم يطلع سبع ابيض مع الفينول، لكن خلينا في اف اي سي ال 3. طب السؤال الثالث، التفريق رقم 3، كيف تفرق بين حمض وكحول؟ عايز افرق بين حمض خليك مثلا او اسيب كحول اسيل. اي حاجه فيها حمض وكحول يبقى الافضل ليك. يعني مثلا عايز افرق بين كحول ايثيل وحمض استيك، هقول لك اول طريقه. اول طريقه بدل ما فيها حمض يبقى نضيف كربونات او بيكربونات صوديوم، اللي يديك فوران وغاز يعكر ميه الجير يبقى ده الحمض، اللي ما يديش الذي لا يعطي او ما يتفعلش يبقى ده الكحول. هذه طريقه، هذه طريقه. في طريقه ثانيه ممكن، بس خليك في يمكن اسهل، لكن في طريقه ثانيه. ايه؟ انك انت ممكن تحط عامل مؤكسد. عامل مؤكسد، ايه عامل مؤكسد؟ ايه؟ تحط مثلا بالمنجنات بوتاسيوم محمضه في حمض كبريتي على الاثنين، اللي يزيل اللون، اللي يزيل اللون يبقى ده كحول ايثيل، اللي ما يتاثرش يبقى هو حمض الخليج، ده حمض الخليج دواء ما يتاكسدش. بس انت عايزك تثبت كده دماغك في حاجات معينه. ها؟ بص، كحول ايثيلي وحمض، أو ما تبقى حمض مع كحول ثاني يعني كله ينفع، بس خلي بيكربونات أو بيكربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم. فينول وكحول ثاني خليك في اف اي سي ال 3. مثلا كحول أولي كحول ثالثي، يبقى خليك مع مية الأكسدة. آدي الثلاث تفريجات اللي خدتهم في الجزء الثاني عضوية. طيب دي الكحول الأحمصي، دي الأحماض الكربوكسيلية الألفاتية. ندخل على الأحماض الكربوكسيلية الأروماتية. ايه الاحماض الكربوكسيليه الاروماتيه؟ طيب احنا في الاحماض الكربوكسيليه الاروماتيه، يعني ايه كلمه حمض كربوكسيلي اروماتي؟ الاحماض الكربوكسيليه الاروماتيه هي احماض اروماتيه هي تحتوي على مجموعه كربوكسيل او اكثر، بس في شرط لازم متصله، وبركز على كلمه مباشره متصلة مباشرة
بحلقة البنزين، بحلقة البنزين. طيب احنا خدنا امثلة على الكلام ده، في حمض حلقة البنزين كده، ده حمض اسمه حمض حمض البنزويك، ده حمض احادي القاعدية اللي فيه مجموعة كربوكسيل واحدة. ليه؟ وبالتالي فيه هيدروجين بدون واحدة، هنستبدل اتش دي بس. في حمض تاني ثنائي القاعدية، الحمض التاني ثنائي القاعدية زي حمض اسمه حمض الفيسالي، وده قلناه في أول الحصة ثنائي القاعدية. ليه؟ لأن في مجموعتين كربوكسيل، في ضالتين هيدروجين بدون. في حمض تاني هتاخده وندرسه اسمه حمض، اسمه حمض هنا السلسليك. حمض السلسليك دي فيه مجموعتين وظيفيتين، مجموعة كربوكسيل ومجموعة هيدروكسيل. حمض السلسليك اللي انت خدته كنت في اول في استخدامات الفينولات، كنت بتاخد مشتقات حمض السلسليك اللي بيدخل في صناعة الاسبرين، ادي رمز حمض السلسليك، بنزين فيها مجموعتين وظيفيتين. حمض اروماتي فيه مجموعتين وظيفيتين مختلفين، مجموعة كربوكسيل ومجموعة هيدروكسيل، اسمه حمض السلسليك. اما هنا بص كده معايا، ادي حمض البنزويك وحمض القاعدية، في سلسليك شبه قاعدية السلسليك. طيب احنا دلوقتي هنعمل حاجة، احنا خلينا في حمض اسمه حمض البنزويك. طب حمض البنزويك ده هنحضره ازاي؟ اسمعني كويس، حمض البنزويك هنحضره من حاجة اسمها التلوين. التلوين ده هو هنعمل له أكسدة، هنعمل له أكسدة بالأكسجين. في وجود خامس أكسيد البناديوم، عند 400 درجة مئوية، هيطلع حاجة اسمها حمض البنزويكة ومعها هنا مية. تاني ادي التلوين هنعمل له أكسدة، هبص له برضه على السبورة على الشاشة. هنا التلوين هنعمل له أكسدة في وجود خامس أكسيد البناديوم عند 400 درجة مئوية، هيطلع حمض البنزويك، هنا في 2 حمض بنزويك و2 مية. تمام، احنا هنحضر حمض البنزويك، هنأكسد التلوين باستخدام المواد المؤكسدة المناسبة، فهنحضره تجاريا، العملية دي اسمها تحضير البنزويك تجاريا. هنأكسد التلوين بالهواء الجوي، يعني الأكسجين ده مصدر الهواء الجوي، عند حرارة 400 درجة مئوية، يعني العامل المؤكسد هنا الاكسجين، في وجود خامس اكسيد البناديوم، خامس يطلع حمض البنزوين. نقف عند المعادله دي، دي اكسده التلوين. يبقى انت لما يطلب منك حمض البنزويك ومفيش غيره عندك، هنحضره ازاي؟ من التلوين. ارجع بالذاكره للحصص اللي فاتت، التلوين بيجي من ايه؟ بيجي من البنزين، هناخد البنزين هنحط على البنزين منها من كلوريد الميثايل، فوجود كلوريد الالومنيوم لامعي هيطلع التلوين. سؤال، يبقى انت البنزوين بيجي من التلوين والتلوين بيجي من البنزين، والتفاعل ده سميته زمان فريد الكرافت او الكلى، والتفاعل ده احلال. يبقى البنزين لما بيتحول لتلوين اسمه فريد الكرافت، احلال الكلى، طلع التلوين. يبقى انا كده حضرت حمض البنزويك. في جملة غريبة عايزك تركز فيها، الجملة دي مهمة جدا، ركز فيها لأنها مهمة جدا. بيقول الجملة دي، عايزك تركز فيها، إن الأحماض الأروماتية، أنت دلوقتي جبت حمض أروماتي، تمام، حمض أروماتي، الحمض الأروماتي دوت، عندك خدت الحمض الأروماتي وخدت حمض الألفاتي، الحمض الأروماتي أقوى من الحمض الألفاتي في الحموضية. تاني، الحمض الأروماتي أكثر قوة من الحمض الألفاتي، خلي بالك. يبقى أول حاجة أنت عندك الحمض الأروماتي أكثر حمضية من الحمض الألفاتي. طيب الاثنين دول أحماض كربوكسيلية. طب مين ده، قبل ما نقول مين أقوى منهم، طب انا عايزك تركز في الجمله دي، الحمض الاروماتي اقوى من الحمض اللي فات واقل ذوبانا واقل تطيرا. هتلاحظ ان الجمله دي فيها ثلاث كلمات تخلي بالك منهم، اقوى واقل واقل،
يعني انت ركز فيهم شويه. الحمض الاروماتي اقوى قليلا من الحمض اللي فات، اقوى في الحمضيه، واقل في الذوبان واقل في التطاير، واقل في الذوبان واقل في التطاير. خلي بالك هم ثلاث كلمات، اقوى واقل واقل. اقوى الحمض الاروماتي اقوى من الفاتي في الحمضيه، واقل في الذوبان واقل في التطاير. تمام، حلو قوي الكلام ده. طيب نرجع نمسك اقوى. انا تعلم، طب ايه سبب ان الحمض الاروماتي اقوى من الفاتي؟ يمكن شرحناها في الفينولات. دايما لازم تفهم ان الحمض الاروماتي في حلقه بنزين، وحلقه البنزين دي بتخلي الرابطه بين الاو، يعني انا مثلا حمض اروماتي زي حمض البنزويك، حمض البنزويك دي انا حلقه البنزين بتخلي الرابطه بين الاو والاتش تضعف اكتر من مجموعه الالكايل اللي موجوده في الحمض الالفاتي. فالاروماتي اقوى من الحمض الالفاتي. ايش معنى؟ هو التعريف بتاعك مش موجود عليك او مش موجود عندك في المنهج بتاعك، لكن كفكر، كفكر ان الحمض الاروماتي في حلقه بنزين، حلقه البنزين مجموعه ساحبه للالكترونات، فبتضعف الرابطه بين الاول اتش اكتر من مجموعه الالكايل اللي موجود، ان دي مجموعه معطيه. فيبقى تاين الهيدروجين في الحمض الاروماتي اسهل من تاين الهيدروجين في الحمض الالفاتي. فالحمض الاروماتي اقوى من الحمض الالفاتي في الحمضيه. طب مين اقوى من الاثنين دول؟ الاحماض المعدنيه. طب ازاي؟ مين؟ HCl. HCl الشيء اللي انت لازم تفهمه كويس. انت اول جمله احنا خدناها في الدرس النهارده ان الاحماض العضويه، الاحماض العضويه الكربوكسيليه احماض اقوى من اي حمض عضو اخر. تمام؟ طيب لكن اقل حموضيه من الاحماض الغير عضويه زي HCl، حمض الهيدروكلوريك والكبريتيك والنيتريك. ف HCl مش حمض غير عضوي تام التأين، فيبقى هو اقوى منه. طب مين بعديهم؟ مين بعديهم؟ اللي بعديهم، اللي بعديهم في واحد تاني اللي هو الفينول. الفينول، الفينول ده حمض ايه سميته؟ حمض الكربوكسيل، حمض الكربولين. الفينول بعديهم هنا، يبقى اقوى واحد الحمض الغير عضوي. يجي بعديها الحمض العضوي الكربوكسيل، الكربوكسيل الاروماتي. يجي بعديها الحمض العضوي الكربوكسيل اللي فات، بعدها الفينول. يمكن في اول المذكره، في اول المذكره انت لاحظت حاجه غريبه جدا. ايه اللي لاحظته؟ ان في جمله غريبه بيقول لك اقوى الاحماض العضويه، اقوى الاحماض العضويه هي الاحماض العضويه الكربوكسيليه. طب هو هو في احماض عضويه مش كربوكسيليه؟ ايوه في احماض عضويه بس مش فيهاش، فيه ما فيهاش كربوكسيل. انت متعود ان اي حمض عضوي يبقى حمض كربوكسيلي. لا، في حمض عضوي مش كربوكسيلي زي الفينول. الفينول ده حمض اسمه حمض الكربونيل، وده بيكون اقل حموضيه من الاحماض الكربوكسيليه. طب بعدها يجي مين؟ يجي الكحول. الكحول، الكحول ده فيه اتش متعادل، متعادل، لكن ليه صفه حمضيه بسيطه لما يتفاعل مع الفلز النشط. يبقى اذا خدنا ترتيب دول حسب الحمضيه، كان عندك سؤال، السؤال ده مهم جدا، رتب دول حسب الحمضيه. اقوى واحد HCl لان ده حمض غير عضوي تام التأين. بعد كده يجي الحمض العضوي الاروماتي لوجود حلقه البنزين فيه، فيضعف الرابطه بين الاو اتش اكتر من الحمض الالفاتي. وبعد كده الحمض الالفاتي الكربوكسيلي. بعد كده، بعد كده في الحمض، الحمض بعد كده الفينول. الفينول ده مش حمض كربوكسيل، هو حمض عضو بس مش كربوكسيل. اخر حاجه الايثانول، اخر حاجه الايثانول. ولو حبيت تحط انت حاجه تانية بعديهم ممكن تاخد الايثير. الايثير مفيش خالص صفه حمضيه فيها، الايثيرات. لو انت حبيت تحط ترتب حسب الحمضيه. ايه تفاعلات حمض البنزويك؟ عايزك تركز معايا. ايه تفاعلات حمض البنزويك؟ هنمسك حاجة واحدة. فاكر تفاعلات الأحماض الألفاتية؟ فاكر تفاعلات الأحماض الألفاتية؟ إيه الأحماض؟ أول حاجة تفاعل خاص بمين؟ بالإتش. يمكن خدنا تفاعل خاص بالإتش، فعلناه مع الفلزات اللي بتسبق الهيدروجين، وفعلناه مع حضرتك مع الأكاسيد، وفعلناه مع الهيدروكسيدات، وفعلناه مع الكربونات والبيكربونات. نفس تفاعلات الأحماض الألفاتية الكربوكسيلية هي نفس تفاعلات الأحماض الأروماتية الكربوكسيلية. هناخد الحمض البنزويك، هنحط له حمض البنزويك دوا، فمثلا نحط له NOH، ده قلوي، هيتفاعل مع الحمض، يبقى تفاعل ده خاص بالاتش.
ويطلع حاجة اسمها بنزوات صوديوم. بنزوات صوديوم زائد مية، طلعنا بنزوات صوديوم، تفاعل خاص بالH. طب ناخد تفاعل خاص تاني، ناخد تفاعل خاص بالOH. لو انت خدت حمض البنزوين فعلته مع كحول إيسيلي، كحول ميناء إيسيلي، هتحط هنا HCl جاف. خلي بالك من الكلام اللي هقوله النهارده في المعادله دي، هتاخد حمض البنزويك هتحط له كحول إيسيلي مع HCl جاف، مش حمض مع كحول هيطلع استر وميه. طيب فاكر في تجربه الاستر بتعمل فيها ايه؟ بتاخد H من الكحول و H من الحمض، يبقى التفاعل ده خاص بمين؟ خاص بالOH للحمض وخاص بالH الكحول وهيطلع ميه. طيب نكتب الاستر، كتب ازاي؟ هيتكتب كده، ادي COOC2H5، وده اسمه استر بنزوات الايسايل. استر بنزوات الايسايل ده اسمه استر بنزوات الايسايل. عايز اعلمك حاجه، والحصه اللي جايه هعلمك ازاي الاستر تكتب اسمه وازاي تكتب رمزه وكل حاجه، بس دي مقدمه بسيطه. اي استر، اي استر من اسم الاستر ممكن اعرف الحمض والكحول اللي دخله ازاي. لازم تفهم حاجه، دي اسمها استر بنزوات الايسايل. الجزء الاول من الاسم ده خاص بالحمض، الجزء الثاني من الاسم ده خاص بالكحول. يعني لما اقول لك هات لي استر بنزوات الايسايل، يبقى تفاعل ايه مع ايه؟ حمض البنزوات يبقى الحمض اللي داخل حمض البنزويك، يبقى الكحول اسمه كحول إيسيلي، يبقى تاخد حمض البنزويك تفعله مع كحول إيسيلي هيطلع استر بنزوات الإيسايل. عايز أعلمك حاجة تانية، الاسم اللي طالع ده مش اسم بنزويك، بدل ما تفعل مع كحول مش هطلع استر. حلو حلو، الاستر طالع مش بنزويك، يبقى الاسم الاستر يبقى بنزوات. فاكر لما كنت بتاخد الأحماض في الكيمياء الغير عضويه، مثلا دخلت حمض الكبريتيك في تفاعل مع قلم، مش هيطلع ملح وميه؟ يعني الكبريتيك لما يطلع ملح يبقى اسمه كبريتات، نيتريك يطلع نترات، فوسفيك يطلع فوسفات، بتشطب الييك وتحط الف ت، فاهم الكلام ده؟ في الاملاح نفس القصه، انت داخل ببنزويك. حلو الكلام ده، يبقى الاسم الاسم طلع اسمه بنزوات. طب فعلته مع كحول ايسيلي، يبقى ايه مجموعه الكحول هنا؟ ايسايل، بس ما بنزوات ايسايل، يبقى انت طلعت استر بنزوات الايسايل. والكلام ده هيتشرح بالتفصيل لما بندخل في الاسترات. طيب السؤال، انت حطيت على السهم HCl، انت معودنا دايما نحط على السهم حمض الكبريتيك ليه؟ عشان يمتص الميه ويمنع التفاعل العكس. ايش معنى هنا حطيت HCl؟ وخلي بالك هنا HCl جاف. جاف يعني ايه؟ يعني حضرتك مش دايب في ميه، لان ايه؟ طب وظيفته HCl؟ HCl هنا هيمتص الميه ويمنع التفاعل العكس، يمتص الميه ويمنع التفاعل. طب ليه ما خدتش حمض الكبريتيك؟ اقول لك، في سؤال هنا اتمنى انك تكتبه، ليه بنستخدم في تحضير الاسترات الاروماتيه بنستخدم HCl جاف وليس حمض كبريتيك؟ الاجابه بنستخدم HCl جاف لانه هيمتص الميه ويمنع التفاعل العكس. تمام، وكمان HCl جاف ما يتفاعلش مع حلقه البنزين، يعني HCl جاف ده ما يتفاعلش مع الحلقه دي. لكن لو خدت انت حمض الكبريتيك هو صح هيمتص الميه ويمنع التفاعل العكس، لكن في نفس الوقت ممكن يتفاعل مع حمض البنزويك ويعمل سلفنه في وضع ميتا. انا مش عايز حمض البنزويك يتفاعل مع حمض الكبريتيك، انا عايز حمض الكبريتيك يعمل ايه؟ يمنع التفاعل العكس بس. انا لما حطيت حمض الكبريتيك ممكن يعمل سلفنه يبقى هنا في سؤال في الحته دي. حلو، ليه انت بتحط هنا HCl جاف ما بتحطش حمض الكبريتيك؟ هتقول كده لان HCl جاف هيمتص الماء ويمنع التفاعل العكسي ولا يتفاعل مع حلقه البنزين.
طب ليه ما حطيتش حمض الكبريتيك زي ما انت متعود؟ ها زي ما متعود في تجربه الاسطر عشان يمتص الميه. هتقول له كده لان حمض الكبريتيك هيمتص الميه ويمنع التفاعل العكسي وفي نفس الوقت يعمل سلفنه لحلقه البنزين بتاعه حمض البنزويك في الوضع ميتا. في الوضع ميتا فالافضل هنا HCl. HCl طيب هنا في سؤال نشوف هنا السؤال ده عايزك تخلي بالك معايا في الحته دي. بص لها انت دلوقتي خدت تفاعلات عند البنزويك. عايز اوصل لك حاجه اسمعني كده. لو انا قلت لك من بنزين هات حمض البنزويك من البنزين هات حمض البنزويك والعكس ادي البنزين هتعمل له الكلى هيطلع طوين تاكسده يطلع حمض البنزويك. طب عايزين نحول البنزويك ها لبنزين هناخد البنزويك نفعله مع NOH دي كده بنزوات صوديوم. خد بنزوات الصوديوم دي حط لها جير صودي اللي انت خدتها في تحضير البنزين في المعمل في الجزء الاول عضويه هيطلع بنزين وكربونات صوديوم. بنزين وكربونات صوديوم خلي بالك. فاكر القصة اللي احنا حكينا فيها قبل كده لو جيت لك في الامتحان قلت لك من الطروين هات بنزين والعكس. خلي بالك من السؤال ده من الطروين من الطروين حول البنزينة والعكس. لو انا قلت لك مرة قبل كده فكرة حلوة ازاي ننقص كربون يعني انت عندك بنزين عندك بنزين هنا على راسه CH3 انا عايز اشيل الكربون. فاكر القصه اللي قلت لك عشان تشيل اي كربون من اي مركب عضوي لازم تعمل حاجه بسيطه جدا تحول الكربون دي لCOH لحمض. عشان تشيل اي كربون من اي مركب عضوي ها لازم تحول الكربون دي لمين لCOH. ازاي يعني عشان احول التولوين لبنزين لازم اشيل السي دي فباكسد التولوين هيطلع حمض البنزويك. حمض البنزويك نحط له انه اتش يطلع بيت الصوديوم بعد كده البنزين. طب انا عايز احول البنزين لتولوين اعمل له فيد الكلافت. يبقى طريقه تنقيص الكربون في الاروماتيك في الاروماتيك طريقه تنقيص الكربون عندك تولوين عايز تحول بنزين كيف اشيل الكربون دي هحولها لحمض بالاكسده بفي 2O5 هيطلع بنزويك وبنزويك نعمل له بنزويك صوديوم كده بنزين. طب كيف احط على البنزين كربون كيف ازود على البنزين كربون مفيش غير عندك طريقه واحده عندك فريد الكلافت. كيف نحط على البنزين نحط عليه كربون من فوق يعني كيف نزود على البنزين كربون نمشي بفريد الكلافت. ادي البنزين اتحول لتولوين ودول السؤالين موجودين عندك ومحلولين. طيب نيجي هنا اخر جزء عندنا دي جزء لازم تكون فاهمه كويس. في شوية أحماض عضوية في حياتنا. أول حمض عضوي في حياتنا اسمه حمض الفورميك. حمض مينا الفورميك. حمض اسمه حمض مينا الفورميك. إيه حمض الفورميك؟ رمزه حمض الفورميك. HCOH. طيب. حمض الفورميك ليه اسم تاني. اسمه إيه حمض الفورميك؟ اسمه حمض الميثانويك. الميثانويك ده اسم الشعر بتاعه. طيب. ده الحمض اللي بيفرزه النمل. النمل. طب وليه بيفرزه النمل؟ عشان يدافع بيه عن نفسه. الحمض ده هو لما تجرب يفرزه النمل الحشرات اللي جنبيه دافع عن نفسه لانه حمض بيكون ريحته نفاذه شويه. ده بيستخدم في صناعه واحد احفظهم او اعرفهم بالترتيب الصبغات. الصبغات بيدخل في صناعته حمض الفورميك زي الفينول. الفينول خدته زمان بيستخدم كماده اوليه في صناعه الصبغات. مبيدات حشريه مبيدات حشريه يعني حمض الفورميك بيستخدم زي جيمكسان الدي دي تي. العطور بيدخل زي الكحول الايسيلي ممكن يدخل في صناعه العطور هنا بيدخل برضه حمض الفورميك في العطور. حاول انك تربط الاهميه الاقتصاديه تربطهم مع بعضهم لان شيء ما يدخلوش في بعض. في العقاقير والبلاستيك عقاقير ممكن الكحول الايسيلي يدخل في صناعه العقاقير. البلاستيك اللي خدته انت في المذاكره الاولى الايسيلين والبوليايسيلين والبوليفينايل كلوريد والكلام ده كله اللي خدته في المذكره الاولى ده حمض الفورمي. في حمض تاني اسمه حمض الاسيتيك. الاسم التاني الاسم التاني بيكون اسمه حمض الاسيتيك او الخليك او اسم التالت اسمه حمض الايثانويك. خلي بالك. طب ده حمض الاسيتيك النقي. حمض الاسيتيك النقي اللي تركيزه كام؟ 100%. لو تركيزه 100% ده نفذ الرائحه بيتجمد عند 16
خلي بالك لو حمض خليك نقي خدتها في الباب الثالث، ده ما يوصلش تيار القابل غير متأكد ان ده مركب عضوي، لكن متى يوصل؟ لما بيدوب في الميه. لكن حمض الخليك النقي ده بيسموه حمض الخليك الثلجي. ليه؟ لانه بيتجمد عند 16. وليه بيتجمد عند 16؟ على ايه؟ بلوات شفافه تشبه ميناء الثلج، لذا بيسمى حمض الخليك ميناء الثلجي. حمض الخليك المخفف اللي تركيزه 4% ده موجود. الخل في بيتكم، الخل اللي موجود في البيت بيبقى تركيز حمض الخليك 4%. كمان حمض الخليج، ركز معايا في دي، مادة أولية في تحضير الحرير الصناعي. يعني هو بيدخل حمض الخليج في تحضير الحرير الصناعي. الصبغات لو بصيت، الفورمين بيدخل في صناعة الصبغات، هنا الأسيتيك بيدخل في صناعة الصبغات. مبيدات حشرية، الفورمين هنا مبيدات حشرية والخليج برضو مبيدات حشرية. إضافات غذائية، أنت بتستخدم الخل في بيتكم في الأكل، في بعض الأكل وفي إضافات غذائية. ده حمض الخليج. يبقى اول حمض هتدرسه الاستفوميك الاسيتيك. في حمض تاني اسمه حمض البنزويك، خلي بالك منه. حمض البنزويك اللي هو ده بنزين مرتبط بسي او اتش. حمض البنزويك ده شحيح الذوبان في الميه، خلي بالك من الحته دي. شحيح الذوبان، اسمعني كويس في الجزء ده بالذات، شحيح الذوبان في الميه، لذا يحول الى ملح الصوديوم والبوتاسيوم ليكون قابل للذوبان في الميه. بص يا ولد، احنا دلوقتي كلنا بناكل حاجة اسمها بنزوات صوديوم. اسمعني كويس، حمض البنزويك ده بنستخدمه في حاجة اسمها بنزوات الصوديوم. بنزوات الصوديوم ده بناخدها بنسبة 1% في معظم الأغذية. يعني اي غذاء محفوظ، اي معلبات بنحط عليها بنزوات صوديوم عشان مادة حافظة. ليه بنحط بنزوات صوديوم؟ عشان دي بتمنع نمو الفطريات على هذه الأغذية. تمام، طب ليه ما حطيتش حمض البنزويك؟ مع برضو البنزويك مادة حافظة، ليه استخدمت بنزوات صوديوم؟ السبب ببساطة شديدة، حمض البنزويك ده شحيح الذوبان في المية، ما بدش في المية. لو أنا حطيت حمض البنزويك على الأكل هيحفظه. لكن أنا لما أجي كبقى إنسان وأكل الأكل ده هاكله، أنا الحمض ده مش هيدوب، وطول ما دبش في المية أنا مفيش خلايا تقدر تمتصه، هيعمل لي مشاكل في جسمي. فأنا بدل ما أنا أحفظ الأكل بحمض البنزويك وده بيكون شحيح الذوبان في المية، أنا بحوله لملح صوديومي أو بوتاسيومي. بحول حمض البنزويك لملح صوديومي بوتاسيومي عشان يكون قابل للذوبان في المية. ولما هو يدوب في المية، يعني هو أنا بحط بنزوات صوديوم في الأكل عشان يدوب، فلما أنا أكل الأكل ده اللي فيه بنزوات صوديوم هيدوب، فيسهل الجسم امتصاصه. فلما يمتص الجسم ممكن أنا أتخلص منه بطرق بسيطة من جسمي. لكن لو حطيت حمض البنزويك في الأكل هيحفظه، لكن جسمي أنا ما يقدرش يمتصه لأنه شحيح الذوبان في المية، فممكن يعمل لي مشاكل صحية. فأنا بقول هنا أنا بحط بنزوات الصوديوم. فهمت ليه حمض البنزويك شحيح الذوبان؟ أنا بحوله لملح صوديوم، بحوله بنزوات صوديوم أو بنزوات بوتاسيوم عشان يكون ده يقدر يدوب في المية. لكن لو خدت بنزويك وحده ده ما بيدوبش، لكن لو حطيت له حولت الملح هو ده يدوب عشان يقدر الجسم يمتصه. وبستخدم بنزوات الصوديوم ده في معظم الأغذية كمادة حافظة لأنها تمنع نمو الفطريات. طيب حاجة تانية، في حمض تاني اسمه حمض الستريك. ايه رمز حمض الستريك؟ بص لي كام حمض الستريك مكتوب عندك كده، بص CH2COOH، وهنا C، هنا OH كده COOH كده، وهنا CH2COH، ده حمض الستريك. المفاجأة، انت خدت حمض الفورميك ده حمض احاد القاعديه، وحمض الفورميك حمض احاد القاعديه الفاتي. خدت حمض الاسيتيك حمض احاد القاعديه الفاتي. خدت حمض البنزويك حمض احاد القاعديه بس ارواتي. حمض الستريك ده حمض ثلاثي القاعديه،
يمكن قلت لك طول الحصه في احماض ثلاثيه القاعديه، ده حمض الستريك، حمض ثلاثي القاعديه، في ثلاث مجموعات كربوكسيل، يعني في ثلاث ذرات هيدروجين بدوي ثلاثي القاعديه. الملاحظه الغريبه هنا حمض الستريك في مجموعتين وظيفيتين، في مجموعه كربوكسيل ومجموعه هيدروكسيل، وده حمض الفاتي. عايزك تركز معايا، ده حمض الستريك، حمض الستريك حمض الفاتي ثلاثي القاعديه، في مجموعتين مميزتين هنا وظيفيتين، مجموعه كربوكسيل ومجموعه هنا هيدروكسيل. الحمض الستريك ده موجود في الليمون بنسبه 5-7% والبرتقال بنسبه 1%. طب وظيفة حمض الستريك ايه؟ يمنع نمو البكتيريا على الأغذية، يمنع نمو البكتيريا على الأغذية. ليه؟ انت لما بتحط حمض الستريك تحط، كتير من المرات لما بنعمل مربى، نعمل مربى، اي مربى بنعملها، تيجي والدك في البيت بتعصر ليمونة على المربى، لو سألت والدك فين يقول لك عشان يحفظ المربى دي من الفساد، او يحفظها من ايه، من التعفن او التاكل بتاعها. طب ليه بيحصل ليمون؟ الليمون فيه نسبه من 5-7% حمض ستريك. حمض الستريك ده حمض لما يتحط في المربات او الاكل بتاعنا بيقلل الرقم الهيدروجين، يعني يخلي الوسط حمضي، ولما الوسط يكون حمضي هيمنع نمو البكتيريا. ركز معايا، في بنزوات الصوديوم كان يمنع نمو الفطريات، هنا هيمنع نمو البكتيريا، دي حاجه ودي حاجه. خلي بقى، ده يمنع نمو البكتيريا، فده يمنع، لان الوسط بيجي حمضي هيقلل قيمه البي اتش، فلما الوسط حمضي يمنع البكتيريا ما تنموش في الوسط الحمضي. كمان ممكن حمض الستريك بيضاف للفاكهه المجمده ليحافظ على لونها وطعمها. في الفاكهه المجمده، الفاكهه المجمده بيحط عليها حمض الستريك. حتى لما بتاكل اي فاكهه مجمده زي الزبيب او التين المجفف، لما بتيجي تاكله بتبقى فيه لدعه كده في البق بتلدع. ليه؟ اللدعه دي نتيجه وجود حمض الستريك عليها، حمض الستريك عشان يحافظ عليها، يبقى بيحافظ على الفاكهه، بيحافظ على لونها وطعمها. في حمض بعد كده تاني اسمه حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك رمزه كده، ادي رمز حمض اللاكتيك. خلي بالك، حمض اللاكتيك لو بصيت هنا ده حمض احاد القاعديه. خلي بالك، شوف لي هنا، ده حمض الستريك ثلاثي، هما الاحماض دي الفاتيه ده احاد القاعديه. هنا في مجموعه مميزه او وظيفيه كربوكسيل، ومجموعه تانية اسمها هيدروكسيل، يعني في مجموعتين مميزتين كربوكسيل وهيدروكسيل. حمض اللاكتيك ده موجود في اللبن نتيجه فعل الانزيمات اللي بتفرزها بعض انواع البكتيريا على سكر اللبن اللي هو اللاكتوز. ايه معنى الكلام ده؟ الزبادي، الزبادي اللي موجوده في عندنا فيها حمض اسمه حمض اللاكتيك، في بكتيريا بتفرزها على نوع من السكر اللبن اللي هو اللاكتوز فبيطلع حمض اللاكتيك. يتولد نتيجه المجهود الشاق ويسبب تقلص العضلات. ايه معنى الكلام ده؟ الراجل اللي بيلعب كوره او بيجري كتير في الشارع او بيجري كتير في المباريات او بيعمل مجهود شاق تلقى بيحصل له شد عضلي. ايه السبب؟ كل انسان بيبقى فيه سكريات موجوده في جسمه، من ضمن السكريات سكر اسمه سكر اللاكتوز. نتيجه المجهود الشاق اللي بيعمله لاعب الكوره او اي انسان يتولد في الجسم بيفرز بعض الانزيمات يحول اللاكتوز ده للاكتيك، يجي الحمض اللاكتيك ده بيترسب على العضلات، فلما يترسب على العضلات يعمل لها شد عضلي فبيتسبب ايه؟ الشد العضلي وتقلص العضلات. في الحمض الخامس، ركز معايا، ده حمض اللاكتيك، ده حمض الفاتي. في حمض سادس اسمه حمض الاسكوربيك. حمض الاسكوربيك ده فيتامين سي. ايه فيتامين سي؟ ده فيتامين سي او فيتامين جي، هو من الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم بكميات قليله. ده موجود فين فيتامين سي؟ موجود في الموالح، الحمضيات، الفواكه زي البرتقال واليوسف والكلام ده، الخضروات مثل الفلفل الاخضر، الفاكهه. بس في حاجه غريبه جدا، يتحلل بالحراره وفعل الهواء. يعني ايه؟ يعني حمض الاسكوربيك فيتامين سي ده الافضل انك تاخده، انت تاخده ايه؟ يعني مثلا لما تيجي تشرب عصير برتقال اشربه مثلا فريش طازه. ليه؟ لانك انت لو سبت الحمض الاسكوربيك ده في الهواء تجاك حلل، لو سخنت انت حمض الاسكوربيك ده وهيتحلل. كمان افضل ليك انك تاكله الخضروات زي الفلفل او اي خضار تاكله، قال لك بدون طهي. ليه بدون طهي؟
يعني انت افضل تاكل فلفل او اي خضروات بدون طهي. ليه؟ لانك لو انت، لان الخضروات دي او الفلفل فيها حمض الاسكوبيك فيتامين سي. فيتامين سي دوا لو انت سخنته هيتحلل، ملوش قيمه، ملوش قيمه. طب ايه؟ طب ويعني؟ قال لك لا، لو انت عندك نقص في فيتامين سي هيؤدي الى تدهور بعض الوظائف الحيويه في الجسم والاصابه بمرض اسمه مرض الاسكربوت. المرض الاسكربوت ده اعراضه نزيف اللثه وتورم المفاصل، تجد انك مش قادر تمشي، مفاصل متورمه مش قادر تقف، واللثه تجاه بتنزف. ليه؟ لانك عندك نقص في فيتامين سي، نقص في فيتامين سي. فبيفضل ليك، بيفضل ليك، بيفضل ليك ايه؟ انك تاكل خضروات بدون طهي. يفضل ليك انك تاكل اي، تشرب اي عصير فريش يعني طازه، ما تسيبوش فتره. اشمعنى؟ لان فيتامين سي بيتحلل بالحراره وفعل الهواء الجوي. ده بالنسبه لحمض الاسكوربيك، رمزه مش عليه. حمض السلسليك، ادي حمض السلسليك. حمض السلسليك رمزه كده، ده حمض اروماتي. عايزك تركز معايا، لو ركزت معايا هنا، حمض السلسليك فيه مجموعتين مميزتين، مجموعه كربوكسيل وهيدروكسيل. حمض هنا اللاكتيك في مجموعتين، كربوكسيل وهيدروكسيل. حمض هنا السيتريك في مجموعتين مميزتين، كربوكسيل وهيدروكسيل. بس الاثنين دول الفاتي، لكن ده ها اروماتي. خلي بالك ده الثلاثي القاعديه، اللي هو مين هو دوا؟ ده حمض اسم السيتريك. حمض اللاكتيك ده احد القاعديه، هو وكمان هنا حمض هنا السلسليك احد القاعديه. يبقى انت حضرتك خلي بالك ده اروماتي في مجموعتين مميزتين، وده الفاتي، ده الفاتي. خلي بالك من الكلام ده. ده هنا حمض السلسليك. ايه حمض السلسليك ده؟ تصنع منه كثير من مستحضرات التجميل بالجلد، دي يعني بيدخل في الادويه ومستحضرات التجميل لاعطاء النعومه والحمايه من اشعه الشمس. الحته دي انت خدت زيها في الجليسرين، خدت زيها في الجليسرين، استخدامات الجليسرين او الجليسرول. خلي بالك. وفي القضاء على السائل الجلديه، ايه السائل الجلديه؟ النتوءات الجلديه. وحب الشباب، لما بيطلع لك مثلا حب الشباب يبقى فيه نتوءات جلديه طالعه بارزه في الجلد، ممكن تاخد كريم في حمض السلسليك بيشيلها. ها كما يستخدم ايضا في صناعه مين؟ الاسبرين. هيستخدم في صناعه الاسبرين، ده حمض السلسليك. ودي خدتها في الفينولات زيها بالظبط، ده الحمض. يبقى اول حمض خدته فورميك، بعد كده اسيتيك، بعد كده بنزويك، بعد كده خدت الستريك، بعد كده خدت اللاكتيك، بعد كده خدت السلسليك. في اخر حمض من الاحماض اسمه احماض امينيه. ايه الاحماض الامينيه؟ الاحماض الامينيه ايه هي؟ نسمع دي وافهمها كويس. اسمع الاحماض الامينيه. تعرف الاحماض الامينيه، ركز معايا، مشتقات امينيه الاحماض العضويه. يبقى اول تعريف عندك ايه؟ تعريف الحمض الاميني. تعريف الحمض الاميني مشتق امين للحمض العضوي. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا خدت حمض زي حمض الخليج وشلت منه اتش وحطيت مكانه مجموعه امينو. يعني ايه؟ شلت اتش من السي اتش 3 دي، يعني انت هنا حمض الخليج سي اتش 3 سي او اتش، شلت اتش من السي اتش 3 دي، ما شلتش دي، شلت اتش من مجموعه الالكايل وحطيت مكانها ان اتش 2، فهيديك سي اتش 2 ان اتش 2 سي او او اتش كده. ادي هنا ده اسمه ايه؟ حمض اميني. طب انت سميته ليه حمض اميني؟ ببساطه شديده لان فيها مجموعتين وظيفيتين، مجموعه حمضيه مجموعه الكربوكسيل ومجموعه امينو اللي هو مين؟ ان اتش 2، مجموعه كربوكسيل ومجموعه هنا امينو. يبقى اذا ده اسمه حمض امين، حمض امين، وده ابسط حمض امين. يبقى اول تعريف، ركز في الجزء ده اللي فيها تعريفات كتير. ايه تعريف الحمض الاميني؟ هو مشتق اميني للحمض العضوي، ده اول حاجه. ابسط انواع الاحماض الامينيه اسمه الجلايسين. الراجل ده اسمه الجلايسين، ده اسمه الجلايسين. اول حمض اميني ربنا هيقابلك بيه او انت المانجر اسمه الجلايسين. ده بيسموه حمض الامينو اسيتيك، حمض امينو اسيتيك. ليه امينو اسيتيك؟ لانك انت استبدلت هيدروجين مجموعه الالكايل بمجموعه امينو، فبسميه امينو اسيتيك. وطب بيتكون ازاي؟ نتيجه احياء مجموعه امينو محل ذره الهيدروجين، مع الجين في مجموعه الالكايل.
يعني ده تشيل هيدروجين مجموعة الألكين وتحط مكانها مجموعة أمينو اسمه حمض جليسين، اسمه حمض أمينو أسيتي. ده أول حمض أميني أنت عندك. يبقى أول تعريف، إيه تعريف الحمض الأميني؟ مشتق أمين الحمض العضوي. اثنين، أول حمض أمين اسمه إيه؟ الجليسين. مش إزاي جبته؟ استبدلت هيدروجين مجموعة الألكين بمجموعة أمينو. طيب الأحماض الأمينية اللي موجودة في الطبيعة دي متعددة متعددة. أنت عندك منهم 20 حمض فقط اللي يكونوا بروتين طبيعي. أي بروتين طبيعي بيكونوا كام؟ 20 حمض أمين اللي موجودين عندك. يعني أي بروتين طبيعي موجود في جسمك بيطلعه الجسم ده بيكون 20 حمض أمين. بس في شرط غريب، تتميز الأحماض الأمينية اللي في البروتينات إن لازم يكون كلها من نوع ألفا. ألفا ألفا أمينو. إيه ألفا أمينو؟ بص اللي هنا معايا، أي حمض أمين مش ده كده، بص اللي هنا، أنا مثلا الكربون اللي موصلة بالسي أو إتش اسمها كربون ألفا، لو في كربون هنا تاني اسمها كربون بيتا، لو في كربون هنا تاني اسمها كربون جاما وهكذا. ده حمض أمين. الحمض الأمين ده اسمه من نوع ألفا. يعني من نوع ألفا؟ يعني مجموعة الأمينو أو الأمين ده مرتبطة بالكربون اللي متصلة مباشرة بالسي أو إتش. طب ماشي، لو أنت عندك هنا مركب زي كده وحطيت هنا مثلا زي كده وهنا في رابطة زي كده، ماشي، ده حمض أميني. بس الحمض الأمين ده من نوع بيتا، من نوع بيتا، مجموعة الأمينو مربوطة بكربون بيتا. وما معنى كربون بيتا؟ ان الكربون مش المتصل بالسي او اتش، اللي متصل بالسي او اتش اسمه كربون الفا، اللي بعديها على طول اسمها بيتا. هنا بيقول لك ان اللي يكون البروتينات الطبيعيه عندك ال20 حمض امين كلهم جميعا من نوع الفا. يعني من نوع الفا؟ كلمه الفا يعني ان مجموعه الامينو تكون متصله بذره الكربون الفا. وما هي ذره الكربون الفا؟ هي التي تلي مجموعه الكربوكسيل مباشره، مجموعة الكربوكسيل مباشرة. في الجزء ده، في الجزء ده عايزك تركز في حاجة. عندي كام تعريف. أول تعريف، يعني إيه حمض أمين؟ مشتقات أمينية الأحماض العضوية. اثنين، يعني إيه كلمة كربون ألفا؟ كربون ذرة كربون ألفا هي الكربون اللي متصلة مباشرة بمجموعة الكربوكسيل. التعريف الثاني، يعني إيه ألفا أمينو؟ يعني إيه كلمة ألفا أمينو؟ ألفا أمينو يعني عندك مجموعة، أن مجموعة أمينو تتصل بذرة كربون ألفا اللي تالي مجموعة الكربوكسيل. طب كم حمض أميني موجود يكون في البروتينات الطبيعية؟ 20 حمض أميني. دي اسمها أحماض أمينية. تمام تمام. إيه تعريف البروتينات؟ إيه تعريف البروتينات؟ تعريف البروتينات هي بوليمرات لأحماض أمينية. انت هتاخد ضغطي حمض امين تحط مع حمض امين تحط مع حمض امين تحط مع حمض امين، هتعمل برمره. بس البرمره دي اسمها برمره بالتكاثف، هيطلع في النهايه بوليمر اسمه البروتين. ايه تعريف البروتين؟ ها، بوليمر لحمض امين. نرجع، احنا يا اولادي بناكل في حياتنا ثلاث اكلات. اول اكله اسمها الكربوهيدرات، ثاني اكله البروتينات، ثالث اكله الزيوت والدهون. احنا عرفنا قبل كده الكربوهيدرات. يعني ايه كربوهيدرات؟ كربوهيدرات هي مركبات الديهيديه او كيتونيه عديده الهيدروكسيل. طب ايه تعريف البروتينات؟ البروتين هو بوليمر لحمض اميني، بوليمر لحمض اميني. واحنا بنحل هناخد احماض امينيه مع حمض امين ونعرف ازاي بتعمل بوليمر. انا هقول لك مثال بسيط، مثال بسيط، المثال البسيط على البلمرة بتاعة الحمض الأمين. يعني لو أنا مثلا خدت حمض أمين زي كده، أدي مثلا الجليسين، وخد مثلا أعمل له مثلا خد حمض أمين تاني بالطريقة دي، ده حمض أمين كده، ده اسمه الألانين. بس يعني حمض أمين بالطريقة دي عايزين نعمل لهم بلمرة بالتكاثف. هيعمل ازاي؟ بص كده معايا، بص لي كده عشان تقدر تستوعبها. هنحط هنا مثلا هنحسن نكتب ده كده NH2 كده وهنا CH كده. تمام، ده حمض امين وده حمض امين. هنعمل ايه؟ هناخد ال OH من هنا، ماشي كده، وهناخد H من هنا، يبقى هناخد اثنين مونيمر مختلفين، هنسحب منهم جزء صغير اسمه ايه؟ ميه، ونطلع المركب ده
ويطلع المركب ده، هنا CO N، هنا H، وهنا CH CH3 COOH كده، وده اسمه البوليمر المشترك، ودي بيسموها رابطة بيبتيدية. رابطة بيبتيدية، ادي كده كوننا بوليمر مشترك. ادي خدنا اتنين مونومر مختلفين، عملنا لهم تفاعل، عملنا لهم تكاثف، سحبنا جزء صغير جزء صغير ليكون ميه، طلع البوليمر المشترك. يبدا يتكرر. يتكرر ازاي؟ ده كان روتاني. هنشيل من هنا مين؟ ال OH دي من هنا، ومن هنا دي طبعا ال H2، ممكن نحطها هنا كده ان H2 كده، تمام. هنشيل OH من هنا، يعني ناخد ده هنحط مع واحد تاني OH من المركب ده مع ايه؟ H من هنا. انت فاهم يعني؟ انا هكرر ده مره ثانيه. يعني اكرر مره ثانيه، يعني اكتبه، بس اكتبه ازاي؟ اكتبه كده مثلا H2N CH2 CO NH كده CH CH3 كده، بص لي ها كده، وهنا COH. هعمل ايه؟ هشيل OH من هنا وH من هنا، ويكون مركب اطول، ونفس الحكايه. فالمحصلة في النهاية تبقى ايه؟ هشيل دايما بنشيل OH من ال COH، ونشيل H من مجموعة الأمينو. طب يلا، يبقى يتكون ازاي؟ N هنا H هنا بوند كده CH2 CONH كده CH CH3 C هنا O بوند كده، وده كده N. ادي كده البوليمر بتاعة البروتين، لو هو يتكون بروتين بوليمر، بالمرة بالتكاثف، بالمرة بالتكاثف. ده بالنسبة عبارة عن مين؟ البروتينات، بوليمرات للأحماض الأمينية، بوليمرات للأحماض الأمينية. دول عبارة عن الأحماض العضوية اللي احنا موجودة عندنا، موجودة عندنا. كده الدرس خلص، درس الأحماض. درس بس انتظرني على، اسمعني، انا عايز منك ايه؟ في ملف هينزل لك على الموقع اللي انت فاتحه ده، ملف فيه ايه؟ واحد، في واحد هيكون عندك فيه ايه؟ في امتحان على الدرس ده، في امتحان على الجزء الاول للكحولات، في امتحان على جزء تاني للكحولات، في امتحان على جزء الكحولات والفينولات، في امتحان على الاحماض دوت، وفي امتحان اخير على الاسترات. دي رقم واحد امتحان. بعد ما بتخلص الاحماض بتحل الامتحان اللي عندك، تمام الكلام دوت. رقم اتنين، رقم اتنين، رقم اتنين، في ايه تاني عندك على الموقع؟ في حضرتك في اسئلة الدرس ده، في فايل موجود في اسئلة الدرس ده، اسئلة الاحماض والاسترات موجودة عندك في فايل موجود في الدرس، اسئلة الكحولات والفينولات والاسترات والاحماض، موجود الاسئلة كلها، موجودة الاسئلة. في فايل تاني في اسئلة دليل تقويم 2017، وفي فايل تاني في اسئلة عبارة عن مينا، عبارة عن اسئلة ثانوية عامة، تمام. وفي فايل في الشرح الكلام ده بس اللي هو المذكره اللي معاك او الشيت اللي معاك. وفي بعد كده فايل تاني في امتحانات، اربع امتحانات شاملين على المنهج كله، على المنهج كله اللي انت امتحنتهم، اللي انت امتحنتهم قبل كده، امتحنت منهم واحد، اربع امتحانات موجودين عندك. نزل الفايل ده وشوفه، ورا كل جزء احنا بنشرحه في امتحان تحله، تحله وتحل الهوم ورك بتاعه، الهوم ورك اللي بتاعه الموجود عندك. ده بالنسبه، بالنسبه للمره الثانيه. المره الثانيه هتكون حضرتك يمكن تكون بكره، هنخلص، هنخلص عباره عن مين؟ بكره الخميس هنخلص الاسترات، يبقى خلصنا شرح كل المنهج. بكره في نفس الميعاد على الساعه 9:30 كده هنبدا نشرح برضو ها الجزء الثاني الاخير استرات. انت حاول النهارده تخلص حضرتك، تخلص الاحماض، حتى لو انت ما قدرتش تحل كل الواجب، حل الامتحان بس وادخل على الجزء الثاني بس. لازم تكون مذاكر الاحماض كويس خالص، لان الاسترات مرتبطه بالاحماض، الاسترات مرتبطه بالاحماض. لو كنت مش فاهم الاحماض، الاسترات اللي جايه مش هتقدر تفهمها. فمن فضلك لو سمحت ذاكر الاحماض كويس، والتسميه بتاعت الاحماض عشان كل الاسترات مرتبطه بيها، وده جزء صعب شويه. الرجاء انك تسمعه مني كويس، واشكرك وتعبتك معايا، وربنا يحافظ عليكم ويحفظ سلامه البلد ويحفظ سلامتكم ويحفظ سلامه الجميع.
وأشكركم جزيلا. شكراً.